أهلا بكم، أرحب بكم غاية، وإني أستفيد من تعليقكم، ويبدو لي أن الخطاب المسموع يفقه بيسر أكثر من الخطاب المدون، لذلك أبتغي العودة إلى إحدى تدوينتي بموقعي في فيسبوك لأستشهد بها. نشرت يوم الأربعاء 26 من شهر أبريل الجاري، ونحن في العام 2023، نشرت صورة أطلال حانة مندرسة، وهي في الأصل موقع لبيع الخمرة بالشمال الشرقي لبلدة الريش بإقليم ميدلز. أثارت انتباهي كدأبي جميع المواقع ذات الصلة بفعل ما، كدأبي جميع المواقع ذات جاذبية ما أمدا ما. رسمت للصورة عنوانا: حانة تعمر 30 سنة بشمال شرق بلدة الريش. والصورة أي صورة تندرج بالدرجة الأولى في مجال الذاكرة، وسلف أن قدمت مداخلة حول الذاكرة بما هي صناعة تختلف عن التاريخ، والآخر هو فالذين لهم دراية بموضوع الذاكرة استحسنوا الصورة وما قدمته من تعليق حولها، أو وما هو مديل بها من تعليق. فأما التعليق فهو بالحرف، قلت: تزامنت نهايتها أي الحانة وبداية نشاط معتقل تزممارت، تزامنت نهايتها وبداية معتقل تزممارت. ثم انثنيت إلى البداية وقلت: مع إعلان الحرب العالمية الثانية فر شخصان، أحدهما اسمه فوتيس ديلياكوس وهو إغريقي الجنسية، والثاني ستارلي المشهور بستارلي أو ستالي حسب اللكنة المحلية، وهو ألماني الجنسية. كلاهما استثمر على جانب الطريق الرئيسي رقم 21 الرابطة بين مكناس والرسانيم. وقتها بنى ستارلي حانة مشهورة بالمنطقة، يأتيها السكارى من تنجداد وقلميمة وقصر السوق وقرامة، وأما سكان الريش فمنهم من لا يبراح عاكفا بها وكأنها محراب بمعبد ما. وفضلا عن استهلاك المشروب الروحاني، استعملت المشروب الروحاني ضرعا للحشو والتكرار. انفتح المكان على جسر الدعارة، ومع بداية السبعينيات من القرن الماضي وبعد وقوع أحداث بالمنطقة انجرت عنها الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبناء معتقل تزممارت غير بعيد عن نقطة الخمرة لمالكها ستارلي، تقرر تجفيف بلدات الريش من أي مشروب روحاني عدا مشروب ماء الحياة محيا التي يتقن إعدادها اليهود، مفعول به مقدم وهو مضاف والهاء مضاف إليه، والهاء واليهود اسم فاعل، التي اسم موصول يعود على الخمرة. يتقن عددها اليهود ويبيعونها خفية لمحبها. وأما الدعارة فمستمرة إرضاء لجنود معسكر تازمان مارس مستمرة بالريش،
والمكان تراث معماري متصل بالذاكرة ما دام توقيفه يتزامن مع الانغلاق والقبضة الحديدية وانتهاك الحريات وضمنها الحريات الشخصية. انتهت التدوينة. النص متصل بالذاكرة وتداني هذه التدوينة تلك التدوينة التي سلف أن ديلتها بصورة هدم أبراج إنجدان من لدن مؤسسات البلدية للأسف، ونددت بذلك أن تقدم مؤسسة على تخريب التراث الثقافي، نددت بذلك وقتها لا لنسف مواقع الذاكرة، وجديد لا لنسف مواقع الذاكرة. وأحب أن أنعرج إلى بعض التعاليق التي زورت، أراها أنها زورت عن الذاكرة، وأشكر أصحابها على مرورهم بتدوينتي، على مرورهم بموقعي، على مرورهم العاطر، على مرورهم الذكي. هناك تعليقات، منها ما تبتغي تصحيح بعض الأخطاء، ومنها ما تعكس شخصيات صاحبها التي تبتغي العروج إلى الهزل كلما جد الجد. تساءل أحدهم وباللسان الدرج، وشنو قصة تفراوت؟ كان الجواب، حينما أعرج إليها ستكون أول المخبرين. يقصد بتفراوت أحد أحياء بلدة الريش احتضن دورا للدعارة ابتداء من منتصف السبعينيات من القرن الماضي. تساءل هزوءا، ولا جناح عليه إن كان يميل إلى الهزل كلما صادف الفصل في حياته، ذاك شأنه. أقول له نعم، احتضنت بلدة الريش ماخور الدعارة، الدعارة المنظمة البورديل في عهد الحماية الفرنسية. يقع ذلك الماخور بشارع المسيرة، تحول أمدا غير بعيد إلى مقر للخيرية في عهد الاستقلال. ثم هجرت البناية واستمرت الدعارة مع نشاط معتقل تزم مارت لصلة الدعارة بمواطن الجنود. والدعارة ظاهرة اجتماعية، والدعارة ظاهرة اجتماعية، ولست ضعيفا إلى مستوى يشينني ذكرها في البلدة. وفي منتصف السبعينيات من القرن الماضي ظهر حي آخر، حي تفراوت. ما كان حتى إشكال، ذاك ما يمكن أن أقوله. ثم أتى معلق آخر، ويبدو أنه أكثرهم استنارة ودراية بالموضوع. تساءل، كيف ختمت أستاذ التدوينة؟ علامة استفهام. إغلاق الحانة انغلاق وتشديد على الحرية الشخصية، علامة استفهام. ثم أضاف، الحرية الشخصية مكفولة بالقانون والشرع ما لم تخرج إلى الفضاء العام، حيث تصبح شيئا آخر. تحدثت يا أستاذي عن سنوات الرصاص، وهي سنوات انتهاك الحريات، انتهاك حقوق الإنسان، وباعتراف الدولة. وبلدة الريش متأثرة بإحداث معتقل تصممرت، وهناك علاقة بين تخلف التنمية وأماكن الانتهاك، لا حاجة للتذكير بذلك. الاتحاد الأوروبي لما زار تصممرت قال هناك علاقة بين المعتقل وتخلف التنمية بالمنطقة، ملاحظة واضحة لا تحتاج إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى خبرة أخرى
وفوق ذلك قلت ما يلي والمكان، قلت والمكان تراث معماري متصل بالذاكرة ما دام توقفه يتزامن مع الانغلاق والقبضة الحديدية وانتهاك الحريات وضمنها الحريات الشخصية. تزامن المكان ارتبط بالذاكرة لتزامنه وليس للعلاقة السببية بين سنوات الرصاص والمكان، أو توقف المكان لا علاقة له بسنوات الرصاص. بالضرورة تزامن، يجب الاطلاع على صناعة الذاكرة وهي صناعة حديثة انطلقت مع سنة 1925 وازدهرت في الثمانينيات من القرن الماضي. موقف واضح. ولم أحمل توقف، هذا مصطلح نحوي، من توقف إلى فاعل ما، قلت تزامن التوقيف، تزامن التوقيف فعل لازم، تزامن مع الانغلاق فعل لازم. يعجبني ذلك الذي ينتبه إلى النحو وإلى الصرف، لأن في اللغة العربية نفهم لنقرأ كما قال ميخائيل نعيمة في كتابه الغربال، واللغة اللاتينية نقرأ لنفهم. وأتى معلق آخر أقدره عاليا فأكد أن لا علاقة لإغلاق الحانة بتصميم مارس ولا بالحقوق والحرية. ما ذكرت إغلاقا بالمرة وما ذكرت العلاقة السببية بين الإغلاق ومعتقل تصميم مارس. قلت تزامن توقيف الحانة بما هي تراث معماري مع كذا وكذا. واسترسل المعلق في بيان دحضه الإغلاق أنه خطأ ولا علاقة له بمعتقل تصميم مارس، واستشهد بمأوى آخر ذكر اسم صاحبه، وعرج إلى إغلاق سينما زيز بالريش والمسباح إلى ذاكرة بلدة الريش طبعا. ولن أعرج إلى الإشارات الأخرى نحو المكان الذي بنيت عليه حانة ستالي. قال هو والحانة هي في الأصل ملكية أهل خرزوزة، وهي معلومة أعرفها لأول مرة. كنت أعتقد أن أهل خرزوزة لا يملكون أرضا هناك في الأرض المعنية تابعة لأي تححو، وسكان خرزوزة أي فرقان في الأرض المذكورة في ملك أي تححو وليس أي فرقان. واستوطن شرق تلك الحانة أي بولعلام سنة 1926. ورغم ذلك سأخذ هذه المعلومة مأخذ جد وسأبحث عنها، وفوق كل ذي علم عليم. ما أبتغي الوصول إليه أن الصورة المبثوثة على يساري ذات صلة بالذاكرة، ذاكرة مكان. الصورة متصلة بفترة الحماية الفرنسية وما بعدها، ومتصلة بنهاية نشاط مكان معين، متصلة نهاية نشاط ذلك المكان بالتحولات نحو إحداث معتقل تصميم مارس وما صاحبه من مؤثرات. نعم، تأثرت المنطقة بمعتقل تصميم مارس. لست أنا من يقول ذلك، يمكن الرجوع إلى أدبيات هيئة الإنصاف والمصالحة وسيبدو ذلك واضحا. ضروني أقف عند هذا الحد.
أشكر كل المعلقين والمتتبعين، وأحب قراءة النص. لا أرغب في تدوينة، لا تساعدني في البحث، ولا أن تلاحظ علي بعض الأخطاء لأصححها. أرحب جميع التدوينات فهي دعم، ولكن لا بد من الرد ومن التعليق ومن التواصل. أشكركم مجددا وأستسمحكم، والسلام عليكم.